كما هو معلوم بأن نزلت سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه السورة نزلت تبين فضل وعظمة ليلة القدر، ليلة نزل فيها القرآن، شيء عظيم. طبعا الباحثون قديما والأحاديث كذلك كانوا مهتمين ولا زالوا في ما هو موعد ليلة القدر، هل ليلة 27 إلى آخره. طبعا هناك احتمالات كثيرة جدا، أغلب الاحتمالات تصب في شهر رمضان، بعض الاحتمالات خارج رمضان، وفي شهر رمضان أغلب الاحتمالات تصب في العشر الأواخر، وفي العشر الأواخر وبالذات الليالي الفرادة 21 23 إلى آخره، وأغلب الاحتمالات في 25 27 29، والواضح أن أكثر الاحتمالات الصبح ولا ليلة 27. فإذا عند بعض من يظن بأن الليلة هذه هي ليلة 27، فإن ليلة القدر هي ليلة رقم 27. ممتاز. هذا إخواني حرف الميم والحاء والدال في سورة محمد، هذه سورة محمد إلى آخره. حرف الحاء تكرر في السورة 184، حرف الميم عفوا هذا 23، وحرف الميم 223، وحرف الدال 535، وهذه هي الحروف، وكانت النتيجة هي 63. طيب، كان هذا هو الجزء الأول من الموضوع، سامحوني سوف أرجع قليلا عن ليلة القدر وعن الموضوع الثاني الآن. هذه هي سورة النساء. يقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس عفوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه السورة بدأت في الجزء الرابع، حروف كلمة نساء أربعة، رقم سورة النساء هو أربعة، عدد آياتها أربعة في 44. قبل كلمة النساء هناك 16 كلمة، قبل كلمة النساء هناك 16 كلمة، إذن 4 في 4. طيب، مجموع الآيات التي جاءت فيها كلمة النساء 4 في 4 أي 16. طبعا المسألة تحول وترحل إلى الأخوة الفقهيين أكثر، لماذا؟ طيب، الآن الموضوع الأخير المتعلق بليلة القدر، وهو الموضوع الذي جئت من أجله من 5000 كيلومتر من هنا من أبو ظبي. لا أفتي في ذلك. الله يحفظك إن شاء الله. طيب، هناك شيء جميل. الحمد لله على كل حال، أنا استمتع بالأخطاء حقيقة. أنا أعتقد أن إذا انتهيت من المؤتمر وعندي فقط خطأين ونعمة. طيب، الآن أخواني هذه فيما يتعلق بسورة القدر. سورة القدر، قالوا قديما بأن سلام هي كم ترتيبها في السورة؟ 27. فقد تكون هي ليلة القدر، الله أعلم. وقالوا كذلك بأن عبارة ليلة القدر تتكون من 9 أحرف، وهذه العبارة لم ترد في القرآن بأكملها إلا في سورة واحدة وهي سورة القدر، وقد ظهرت فيها 3 مرات. فكان مجموع حروف عبارة ليلة القدر في القرآن إذا شئته 27، فهل قد تكون؟ والله أعلم. أضفت أخواني على ذلك بعض المسائل، طبعا هذه المسائل تحدث بها السابقون على لسان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وآخرون، ولكن أضيف على ما تفضل بهم الصحابة الأجلاء وآخرون هذه اللطائف البسيطة. عندما كان الاستفسار في السورة ما ليلة القدر، وطبعا المراد بها فضلها والدليل ليلة القدر خير من ألف شهر، ولكن هذا الاستفهام عام، ما ليلة القدر، ترتيب كلمة ما 8، ليلة 9، القدر 10، ما هو مجموع هذه الأرقام؟ 27. إذن مجموع تراتيب عبارة استفهام ما ليلة القدر 27. كلمة القدر ظهرت في السورة كم مرة؟ 3 مرات. ما هو ترتيبها في المرة الأولى؟
نشوف مع بعض. في المرة الأولى ترتيبه 5، في المرة الثانية ترتيبه 10، في المرة الثالثة ترتيبه 12، والمجموع أنا ضعيف الحساب سامحوني، بس شو المجموع؟ 27. مسألة قبل أخيرة، لأن عندي كرت أبيض، كرت أبيض مكتوب على 5 دقائق. عندما كان أخواني، لاحظوا الله يخليكم، هذه هي، أليس كذلك؟ هي نزل فيها القرآن، أليس كذلك؟ لأن هي ماذا؟ هي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، هي تشير إلى ليلة القدر وإلى نزول القرآن، إنا أنزلناه. ترى الآن هي كم ترتيبها؟ والذي بعده، والذي بعده، والذي بعده. أرجوكم إذا عندكم آلات حاسبة تحسبوا لي خلال ثواني، ما هو مجموع الأرقام الآتية؟ 27 28 29 30، وهناك جائزة قيمة 100 درهم إماراتي. 114 صحيح. مين صاحبنا؟ اتفضل أخي، الله يخليك، تستحق الجائزة. سامحوني على الكاميرا، أنا غير مكانة شوية. تفضل، تستحق المزيد إن شاء الله. يا الأخوة الحضور، 114 ماذا تعني؟ 114 تعني القرآن نزل واكتمل. طبعا نزل لوح المحفوظ كاملا، ونزل منه مجزأ على 23 سنة ونيف. آخر مسألة، وأرجو أن أكون متقيدا بالوقت، والله الأمور كثيرة ولكن الوقت عم يقتلني. عدد حروف سورة القدر ما هو؟ 112. إليكم الحقيقة مرة أخرى الأخوة الحضور، حروف سورة القدر 112 حرف، أليس كذلك؟ طيب، هل هناك مجال لتقسيم حروف السورة إلى قسمين متساويين من ناحية الأحرف؟ أكيد، لأن عدد زوجي قسمته هنا. في هذا المكان هذه الأحرف، خلنا نعتبر هذا الأزرق هي حروف سورة القدر، والمجموع كم؟ 112. هل هناك مجال لتقسيم إلى قسمين متساويين؟ إجابة نعم. هذه 56. طيب، هل هناك مجال لتقسيم 56 إلى قسمين متساويين؟ نعم. والجواب هو 27. عفوا، 28. حتى الآن أنا ما فعلت أي شيء متعلق بالإعجاز، ولكن فقط حللت السورة رقميا، فبالتالي وجدت أنه بإمكاني أني أقسم السورة من حيث الأحرف إلى 28 28 28 28. بحثت بعد ذلك إلى الكلمات. أول 28 حرف، هل تأخذ أو كم كلمة تأخذها؟ فقد يكون الجواب محتمل، قد تأخذ 5 كلمات ونصف، 7 كلمات وحرفين، 8 كلمات إلا حرفا قد تكون، ولكن من خلال الاستقراء القرآن البسيط، أول 28 حرف تأخذ 7 كلمات كاملة، ممكن، أمر طبيعي حتى الآن. طيب، خلنا نشوف الحروف 28 الثانية تأخذ 8 كلمات كاملة، ممكن، قد يحدث في أي مقطوعة مكتوبة. 28 الثالثة تأخذ 6 كلمات كاملة، فيها كلمات كبيرة، الملائكة، أدراك. طيب، وطبعا 28 الأخيرة كم كلمة متبقية؟ 9، لأن كلمات السورة كم؟ 30. فبالتالي أخوان الكرام، حتى الآن نحن ما فعلنا شيء عجيب، فقط حللنا الكلمات، حللنا الحروف، فوجدنا بأن 4 مجموعات، كل مجموعة 28 حرف، أو المجموعة
أو المجموعة سبعة، والثانية ثمانية، والثالثة ستة، والأخيرة تسعة، أليس كذلك؟ طبعا مجموع هذه الأرقام الأربعة كم يساوي؟ 30 كلمة سورة، صح؟ ولكن سؤال بسيط بدون جائزة، ما هو مضروب هذه الأرقام؟ ضرب، بمعنى 7 ضرب 8 ضرب 6 ضرب 9 كم راح يساوي؟ لا 114 3024. أرجو أن لا نختلف، أرجو ذلك. طيب 3024 الأخوة الحضور حتى الآن معانا، الآن آخر نقرتين فقط عشان نخلص الموضوع، نخلص مؤتمر مو بس الموضوع. ما هو 3024؟ الجمل مختلف على فكرة، في حسبة جمل جميل بس ما ذكرتها اليوم. 3024 هو من مضاعفات 27، ولكنه 27 ضرب كم؟ 112. ما رأيكم بالنتيجة؟ صدفة؟ لا والله، سورة القدر حرف إضافي زائد ناقص لا توجد هناك أي مسألة. في خلال العرض الأول، عرض بسام جرار لله على الناس، ومن خلال العرض الثاني، أود أن أثبت الأمر الآتي البسيط جدا أخواني، أن هذه التوافقات ما هو تفسيرها؟ ما هو تفسيرها؟ أنا لا أقول بأن هذه توقيف، أن هذه إعجاز، أسألكم سؤال بسيط، ما هو تفسيره؟ ما يظهر لي أن هذا فقط إعجاز من رب العالمين، كل هذه الأمور لا تنتج مصادفة هكذا، ولكن يفترض أن نقر بأن هذا إعجاز عددي،